تم اليوم افتتاح فعالية الدورة 11 للمعرض الجهوي للكتاب والنشر. هذا المعرض الذي ينظم بعد المعرض الدولي للكتاب الذي احتضنته مدينة الدار البيضاء خلال شهر فبراير، هذا كذلك يدخل في إطار استراتيجية وزارة الثقافة التي تهدف إلى تقريب الكتاب من القارئ، إلى تقريب الكتاب من الناشئة، إلى تقريب كذلك من المناطق التي يصعب مثلا الحصول على كتاب بمدينة الدار البيضاء أو مدينة الرباط. فهو تنظيم هذا المعرض يأتي لتقريب هذه الإصدارات الجديدة إلى قراء على مستوى الجهة، مستوى جهة العيون الساقية الحمراء. هذا المعرض تشارك فيه أزيد من 32 أو حوالي 32 عارض وعارضة، سواء من العارضين الذين أتوا من مختلف مدن المملكة كممثلين لدور النشر والمكتبات على المستوى الوطني، بالإضافة إلى المكتبات على مستوى جهات العيون الساقية الحمراء الذين شكلوا هذه السنة يعني حضور متميز وحضور لافت على غرار السنوات الفارض. إذن فهذا المعرض كذلك يواكبه برنامج ثقافي، تم إعداد هذا البرنامج الثقافي وفق استراتيجية معينة على أنه يهدف إلى معرفة ما تزخر به هذه السنة وما عرفته من إصدارات من طرف كتاب مبدعين من جهة العيون الساقية الحمراء، فهي وقفة لمعرفة عدد الإصدارات لمعرفة، وهي مونوغرافية لمعرفة ما أبدعه المبدعون المفكرون على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء. والدليل على ذلك هو أنه تم إبرام اتفاقية الشراكة في تنظيم هذا المعرض مع اتحاد كتاب والمبدعين والشعراء لجهة الثلاث، جهة الداخلة وجهة العيون وجهة قليم، إلى يعني مجموعة من الندوات المحورية، منها الندوة الفكرية حول حضور الثقافة في البرنامج التنموي الجديد، بمعنى أن الثقافة لها دلالتها ولها قوتها ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في أي برنامج تخطيطي، فلا تنمية بدون حضور الثقافة كأساس وكخلفية أساسية لكل البرامج. كذلك أنه تم يتم النقاش في ندوة أخرى حول حضور المرأة في الكتابات الإبداعية والروائية على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء. إذن هناك مجموعة من التوقيع، مجموعة من الإصدارات، قراءة في كتب، كذلك مجموعة من الندوات الفكرية التي سيتم مناقشها في خيمة أدبية تم تخصيصها لهذا المعرض. إذن كذلك أنه هذه السنة تم اختيار صاحبة الدورة وتم التركيز كذلك على المرأة على اعتبار أنه يتزامن واحتفال باليوم العالمي للمرأة. إذن هناك حضور المرأة اللي هي ضيفة أو صاحبة الدورة اللي هي أخونا بنت بكر، هذه الفقيهة والعالمة التي تجسد كذلك تاريخيا امتداد يعني السكان الجنوب والذين أدوا بيعتهم وولاءهم للملك المولى إسماعيل أنذاك بمدينة مكناس. إذن هناك امتداد تاريخي ثقافي وعلمي، ولابد أن تكون هذه الشخصية العلمية حاضرة في المعرض. دعب جماعة العيون للمهرجان الثقافي دوما كان وسيدوم، لأنه الثقافة هي من طبيعة الحال من أهم شيء اللي نتبعه المجلس جميع الأمور دياله، لا حتى من بناء المؤسسات من أجله ولا من أجل تثقيف السكان ولا سيما التلاميذ وتحبيب الكتاب للتلاميذ. فهذا المعرض حقيقة فرصة طيبة جدا باش هذا العارضين يعرضوا المنتجات ديالهم، وباش التلاميذ في الثانويات في المدارس الابتدائية يجوا يزوروا هذا المعرض باش يمكن تتحرك شوي عنا الثقافة ويطالعوا كذلك على الثقافة المحلية. فنسمنوا هذا المعرض اللي هو احنا اليوم فيه، ونتمناو التوفيق لجميع المشرفين عليه. طبعا هذه التدابير اللي متعلقة بفيروس كورونا اللي نشرته وزارة التعليم، احنا الحمد لله الى حد الان المغرب ما فيه اللي قد حد يقول عنه فيه شي خطر ولا كذا، الى حد الان الحمد لله اليوم حسب الاحصائيات اللي كاينة استحالات اللي هي ما تشكل خطر على اي حد. فجمعيات الاباء اللي اخر اجتماع درنا معاهم فيهم عنهم يأطروا التلاميذ على كيفية المحافظة لا على أسرهم ولا عليهم هم نفسهم، في هذه العملية ديال الحفاظ من هذه الفيروسات جميعا والكورونا بالأخص. أحضر افتتاح المعرض الجهوي للكتاب، هذا المعرض الذي يأتي طبيعة الحال بعد المعرض الدولي للدار البيضاء. هذا المعرض الجهوي ينظم تنظمه وزارة الثقافة بشراكة طبعا مع مجلس جهة العيون الساقية الحمراء واتحاد الأدباء الحسانيين. مجلس جهة العيون الساقية الحمراء منذ اختصاصاته الجديدة ومنذ هذه تنزيل هذه الاختصاصات
عمل على إرساء ثقافة عامة وثقافة حسانية بالخصوص، حاول أن يوفر لها كل السبل وكل الإمكانيات التي تجعل من هذه الثقافة رافعة للتنمية الجهوية. طبيعة الحال آمنا في هذا المجلس وبرئاسة السيد الرئيس على أن نجعل مدينة أو جهة العيون ساقة الحمراء ورشا ثقافيا متميزا ومتنقلا، ورشا نابضا بالثقافة الحسانية، وبالتالي حاول المجلس بكل إمكانياته المادية والبشرية بأن يؤسس لثقافة حسانية جديدة من خلال نفض الغبار عنها، من خلال الاهتمام بالشاعر والأديب الحساني، من خلال الاهتمام بالآثار والنقوش الصخرية، من خلال جمع هذه الثقافة، من خلال إعطاء نفس جديد للموسيقى الحسانية. إذن كانت نظرة شمولية داخل مجلس جهة العيون ساقة الحمراء من أجل هذه الثقافة. هذا المعرض الذي معرض الجهوي للكتاب الذي نحضره اليوم، طبيعة الحال هناك مجموعة من العارضين وبمساهمة أيضا كتاب وشعراء وأدباء محليين وجمعيات أيضا محلية اشتغلت على مجال الثقافة الحسانية. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.